بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكيسة معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قد رحم الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال رضي الله عنه: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. هذا الحديث هو الحديث الثاني من حديث المواقيت، وقلنا في الجلسة الماضية أن الشيخ رحمه الله المصنف أورد 11 حديثا في المواقيت، وفي كتاب الصلاة أورد 23 بابا. هذا باب المواقيت، وهو يتكلم عن مواقيت الصلاة، وسبق كتاب الصلاة كتاب الطهارة، وهو الشرط الأول، أو هو الشرط يكون قبلها ويستمر معها، كالنية تكون قبلها وتشترط وتستمر معها إلى آخرها، كذلك الطهارة تبدأ قبلها ثم لابد أن يستمر إلى نهايتها. الشرط الثاني الوقت، وهو ما بوب له المصنف بقوله باب المواقيت، وتكلمنا عن الوقت معناه، وأنه هو زمن محدد لأمر ما، زمن محدد لأمر ما، هذا هو الوقت. والوقت يذكره الفقهاء في شروط الصلاة، والواقع أن الوقت ليس شرطا، هو سبب، والسبب أعظم من الشرط. لماذا؟ لأن الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، أما الوقت فهو، أما السبب فهو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. إذا وجد الوقت ووجدت الصلاة، وإن لم يوجد وقت فلا صلاة، ما عدا
الآخر الزمن، حينما يكون اليوم كأسبوع والشهر والسنة كشهر إلى آخره، حينما قال النبي في أيام الدجال حينما قالوا كيف يصلي، قال أقدر له. وإلى الأصل أنه لا صلاة إلا مع وجود الوقت، إلا كذلك الأقاليم والمناطق التي ليس فيها لا يتبين فيها الوقت أيضا يصلون بالتقدير، مثل بعض المناطق الشمالية أحيانا في الكرة الأرضية، يعني أحيانا الشمس تغيب عنهم 6 أشهر وتبقى فيه 6 أشهر، بحيث لا تتبين أوقات الصلاة، فهم يصومون بالتقدير، يصومون بالتقدير على تفاصيل ذكرها العلم، سواء يتعلق بالدول المجاورة أو يتعلق بالآخره، في كلام في هذا يطول، لو تأتي مناسبة أتكلم عنه إن شاء الله. المقصود أن الأصل في الوقت أنه سبب، بمعنى يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. والشيخ ذكره هنا بعد الكلام على الطهارة، لأن الطهارة لابد أن تكون سابقة للصلاة، لا يصلي إلا وقد أتم الطهارة. الحديث الأول ذكر فيه الشيخ حديثا عاما، وهو أنه الصلاة لوقتها، والمراد هنا للصلاة لوقتها يعني جميع المكتوبات، بمعنى الظهر لوقته والفجر لوقته والمغرب لوقته والعشاء لوقته والعصر لوقته. فكان الحديث الأول حديث عام فيما يتعلق بارتباط الصلاة بالوقت، هنا حديث يتعلق بوقت الفجر، بوقت صلاة الفجر. والشيخ بدأ بوقت الفجر، وكثير من الفقهاء يبدأون بوقت الظهر، فالشيخ هذا فقه للشيخ، فقه للشيخ أنه بدأ بالكلام على وقت الفجر، لأنه وهو يعني ظاهر، من حيث أنه إذا قلنا إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فهي فإذا بدأنا من الفجر تحقق أن صلاة العصر هي صلاة الوسطى، لأنها الفجر والعصر تقع بين الفجر والظهر وبين المغرب والعشاء، فتكون هي الصلاة الوسطى. فالشيخ تكلم هنا عن بدأ بوقت الفجر، وسوف يأتي معنا في الحديث بعد هذا أن صلاة الظهر أيضا تسمى الأولى، الظهر تسمى الأولى، لأنه هي أول ما صلى به جبريل النبي، أو أما به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الشيخ هنا يعني رأى أن الترتيب أوقات الصلوات أنه يبدأ من الفجر، وأن الفجر هي الأولى. فقد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات. وهذا يدل على أن النساء يحضرن صلاة الجماعة في المساجد. وقال النساء ولم يبين هل هن شابات أو كبار في السن، مما يدل على أن الأمر مفتوح، أن الإذن للجميع، سواء كنا كبيرات أو كنا شابات. ولهذا قال النساء، فتشهد معه النساء، وإن كان المرأة بيتها خير لها، بيتها خير لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله وبيوتهن خير لهن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال: صلاة المرأة في بيتها خير لها من المسجد، وصلاته أيضا في قعر بيتها وفي آخر بيتها أفضل، وكلما كانت أكثر سترا كانت أفضل أجرا، حتى في الحرمين صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاة المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت صلاتها في المسجد يعني مأذون فيها ولا إشكال ولها أجرها، لكن صلاتها في بيتها خير لها.
وهذا ينبغي أن تفقهه النساء وأن يفقهه الرجال كذلك أيضا، بمعنى أنهم يحضوا عن سائم ألا يكثر خروجهن، ألا يكثر خروجهن. فالمرأة الأصل أن قرارها في بيتها، وقرن في بيوتكن، فالأصل فيها أن تقر في بيتها لكنها تخرج لحاجتها ولأعمالها لا مانع، لكن أصله هو قراره في بيتها. وحقيقة يا أخواني لو فكرتم في تنظيم الإسلام لشؤون المسلم رجلا كان امرأة لكان ترتيبا عجيبا. فالمرأة تخرج ومعذور لكنها في بيتها أولى، لأن وظيفتها في بيتها، ولأن الله عز وجل جعل في فطرة الرجال والنساء أن النساء أثرهن وخيرهن ونفعهن وقيام البيت المسلم أن تبقى المرأة في بيتها، بل حتى البيت الإنساني وليس المسلم وحده، حتى في المسلمين وفي غير المسلمين، وأن الرجل عمله خارج البيت، فهو ترتيب وظيفي عجيب ومؤثر وحقيقي. أما مزاحمة النساء للرجال في الأعمال هذا لا تستقيم به الحياة الاستقامة التامة. لماذا؟ لأن لا بد من تربية الأطفال، فإن ترك تربية الأطفال لغير الأمهات اختلف الحال كثيرا جدا جدا، اختلف إن كان لخادمات أو حاضنات أو دور تربية أو ما لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يقوم مقام الأم أحد أبدا، لا يمكن، لا في حنوها ولا في إخلاصها ولا في صدقها ولا في معرفتها ولا في إدراكها ولا في نصحها لبيتها ولزوجها ولأولادها ولكل من يلوذ بالبيت. لكن مسموح لها أن تخرج لأعمالها إذا كانت الأعمال تتطلب الخروج. والأصل أن بيتها عمل. هو الإشكال يعني الانقلاب إن صح التعبير الثقافي هو أنهم لا يعدون عمل المرأة في البيت عمل، وهذا مشكلة. عمل المرأة في البيت أعظم عمل. صح أنها لا تأخذ راتب، لكن لا يمكن أبدا أن يقوم أحد مقامها أبدا. ولهذا الخلط والخطأ والخلل هو القول بأن المرأة في بيتها عاطلة وأنها غير عاملة، ولهذا يسمون التي تعمل في الخارج المرأة العاملة. عاملة في البيت أقرب ما تكون إلى الهاملة من العاملة حقيقة. يعني نعم هي تعمل وتنجز، لكن ما ليس عملها في الخارج كعملها في البيت، لأن العمل الذي تقوم به يقوم به الرجال، والرجال أبلغ وأقوى في الأعمال الخارجية مهما كان. بل حتى يعني كما تلاحظون حتى الطبخ في الرجال، الطباخين في الرجال أبلغ من النساء، لكن المرأة ترتب البيت. المقصود أن خروج المرأة في المسجد لا مانع منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كنا يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد، قال فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات. روي متلفعات وروي متلففات بالعين وبالفاء، والمعنى واحد متلفعة من اللفع، وهو وضع أيضا الخمار على الرأس وعلى الوجه، وكان يعني بعضهم يقول أن المتلفعة يكون فيها أيضا غطاء للرأس وللوجه، ومتلففة كذلك أيضا وتغطي وجهها ورأسها وصدرها، فهو أشبه بجلال يعني تتجلل، هذا غير الثوب المعتاد كالعباء وكالجلال، بحيث أنه تغطي به جميع بدنها وجميع جسمها. فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. المروط جمع مرط،
وهو كما قال الشيخ كساء معلم يعني مخطط, معلم مخطط, قد يكون خطوط وقد يكون مربعات, قد يكون مخطط ويكون مربعات, يكون من خز أو من صوف, يعني من حرير أو من صوف أو من شعر, يعني من أنواع المنسوجات. قال ومتلفعات يعني متلحفات. قال والغال ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. هذا هو الشاهد. الغلس هو اختلاط النور بظلمة, في غلس وفي غبش وكلها معناها واحد. قيل إن الغلس هو اختلاط الليل بالنهار من جهة الليل, والغبش من جهة النهار, وإلا كلها اختلاط بحيث أنه لا يميز التمييز الكامل لمن يقابله. ولهذا قال ما يعرفون أحد من الغلس. فلاحظ أن الغلس هنا بعد الانصراف, مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مبكرا. فإذا كان بعد الخروج ما تعرف النساء من الغلس, إذا متى بدأ؟ وهو سوف يأتي معنا أنه يصلي في الفجر 60 آية أو ما يقال 60-70 آية, وهذا مما يدل على أنه يصلي مبكرا, وهذا هو الراجح. وإلا عند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصلي إلا بعد الإسفار, لأنه جاء حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر, أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر, لكن حمل هذا أسفروا بمعنى لا تصلوا قبل دخول الوقت, بمعنى قبل أن يدخل أو يظهر الصبح. لكن الصحيح أنه يصلي أول وقت, لكن قد يراعي أحوال المؤمنين أحوال المصلين, لأن كما تعلمون أحيانا وقت الشتاء يختلف عن وقت الليل ما عن وقت الصيف. في الشتاء الليل طويل فيصلي أول وقت مثلا, في الصيف قد يؤخره حتى ينام الناس ويقومون نشيطين ويؤخره لمانع. المقصود أن وقت الفجر طويل, سيأتي معنا إن شاء الله وقت الفجر من صلاة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حوالي أكثر من ساعة, هذا وقت للفجر, وقد يصل الساعة إلى 10 دقائق, وبعض من سلوه إلى 29 دقيقة. فالمقصود أنه طويل. فالجمهور على أن أول وقت الفجر أو أن الوقت الفاضل في صلاة الفجر هو أن يكون في أول وقته, يعني بعد تأكد من طلوع الصبح. وعند أبي حنيفة رحمه الله لأنه يؤخره إلى أن يسفر, إلى أن يسفر. لكن الحديث هذا الشيخ أورده ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مبكرا, لأنه قال ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. يعني بمعنى أنك إذا قالت امرأة خارجة من المسجد ومتلفعة ما تعرفها, ليس المقصود ما تعرف شخصها, لا, حتى لو في النهار وهي متحدثة ما تعرف شخصها, المقصود ما تميز هل هي امرأة أو رجل. أما معرفة شخصها ما تعرفها لأن متلفعة مخطوفة, حتى لو رأتها في النهار ما عرفتها, إلا إذا كانت بالنساء الخاصات التي يعني أنت تعرفهن بشكل خاص, أو هي متميزة أما بجسمها ولا بعرجها ولا بي, هذا شيء آخر. أما بشكلها وهي متحجبة ما تعرفها ولو في النهار. فالمقصود هنا أنك لا تميز هل هي رجل أو امرأة. فقال ما يعرفهن أحد من الغلس, يعني لأنهن خرجن وقت الغلس. من الغلس إما أن يكون من بمعنى في ظرف أو بمعنى بسبب تعليلية, من الغلس بسبب الغلس أو من الغلس يعني في وقت الغلس, والمعنى واحد, المعنى واحد, وهو أن الشيخ يريد أن يقول إن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
صلاة الفجر في أول وقتها، في أول وقتها، فيصلي ويقرأ الآيات الطويلة والركعات الطويلة، ومع هذا يصلي ويسلم، ثم يخرج النساء ولا عرفنا. وأيضا من دليل الحديث أن فعلا الأدب الإسلامي أنه ينتظر الرجال في المسجد حتى تخرج النساء، وهذا يؤكد البعد عن الاختلاط قدر الإمكان. حتى الرسول كان ينتظر حتى قيله لا ينصرف حتى تخرج النساء، والرجال يبقون حتى تخرج النساء ثم يخرج الرجال، بل حتى جاء أنه خصص باب للنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خصصوا باب للنساء، حتى أن ابن عمر حياته كلها لم يدخل باب النساء، وإن كان ما في نساء ما يدخل معه من شدة ورعه رضي الله عنه. المقصود أن من المهم جدا أن يبتعد النساء عن الرجال ما أمكن، فإذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهن الصحابيات وهم الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء وأفضل الأمة بعد نبيها، ومع هذا النساء ينتظرون حتى تخرج النساء، والصحابيات على فضلهن أيضا كذلك يبادرن بالخروج بكامل حجابهن، فهذا هو الذي ينبغي، وهذا هو خلق الإسلام، وهذه أحكام الإسلام، وهذا هو فقه هذا الدين. فقال: ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال رضي الله عنه في التعليق: المروط أكسية معلمة، يعني مخططة، تكون من خزين وتكون من صوف، ومتلفعات يعني متلحفات بمعنى متجللة، ويكسوها مرطها أو يكسو بدنها كلها. والغلس قال: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، بمعنى أنه لم طبعا الليل ابتعد قليلا لكنه لم يسفر جدا، لم يسفر جدا، وإنما وقت غبش ووقت عدم وضوح الرؤية على وجهها. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا الحديث الثاني في الثالث في حديث المواقيت. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجرة. هذا الحديث يبين أوقات الصلاة كلها، مع الفجر طبعا انتهى الكلام عليه في الحديث الأول، وهنا بقية أوقات الصلوات. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة هي وقت الهجير، وهي وقت شدة الحر، وسميت هاجرة مأخوذة من الهجر، والهجر هو الترك، الهجر هو الترك، وسميت الترك لأن الناس غالبا يتركون الأعمال يستريحون، إما القيلولة وإلا لأن شدة الحر أحيانا يصعب معها العمل، وقد يلحق العامل ضرر أو يلحقه ضرر، فسميت هاجرة وتسمى هجيرة، والذي يأتي بالهاجرة يقال هجر تهجير. حتى نذكر ولعله يوجد في بعض الأقاليم أن الأكل الذي يؤكل خاصة التمر إذا أكل في ذلك الوقت يسمى هجور، ولعله يوجد خاصة في بعض مناطق الجزيرة العربية يسمى هجور، بمعنى لأنه يؤكل في الهاجرة، التمر الذي يؤكل الظهر يسمى هجور لأنه يؤكل في وقت الهاجرة. والظهر تسمى الهاجرة وتسمى الظهر وتسمى الأولى كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا، تسمى الظهر وتسمى الهاجرة يعني وقت الهاجرة، وتسمى الأولى على الترتيب الذي أشرنا إليه في الحديث الأول.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ما يدل على أنه يصلي مبكرا. وإن قال في الحديث إذا اشتد الحر فأبرد، هذا سيأتي أحكامه إن شاء الله، لكن الشيخ يريد أن يقول إن المسلم عليه أن يشهد في أن يصلي الصلاة في أول وقتها، وهذا هو الأفضل في أول وقتها. وإلا الإسلام وإلا الحمد من اليسر والرفق بالعباد أن الوقت طويل، كل الأوقات طويلة، الظهر طويل وقته، يمكن يصل ساعة ونص ساعتين، والفجر كما قلنا يطلع الشمس، والعصر من بعد انتهاء وقت الظهر إلى المغرب، والمغرب أيضا طويل وإن كان أقل من غيرها، العشاء إلى الفجر وإن كان أوقات فيها ممنوعة وضرورة كما سيأتي معنا، لكن مقصودنا طويلة. والأداء فيها والصلاة فيها كله، والصلاة في الوقت كله يسمى أداء. فإذا صلى الإنسان في الوقت، سواء ما لنفترض أن الظهر في الوقت الحاضر اليوم الأيام هذه من 12:30 مثلا إلى بعد 3:30 ساعتين، فمن صلى 12:30 فقد صلى الظهر، من صلى الساعة 1 فقد صلى الظهر، ومن صلى 1:30 صلى الظهر أداء ولا حرج عليه، ومن صلى الثاني الساعة 2 والساعة 2:30 الساعة 3 و3:30 كل هذا وقت. لكن المقصود صلى الجماعة مع المسلمين، لكن لو صلى في الأوقات لعذره أو لظرفه أو لسفره إلى آخره فإنه صلى في الوقت ولا حرج عليه أبدا ولا يعتبر. يعني بعض الناس ما يفقه يظن أنه إذا أخرها الساعة 2 أو 3 أنه يكون قال أنه أخر الصلاة، لا ما أخرها، خاصة إذا كان معذورا، وإلا ينبغي أن يبادر مع المسلمين يصلي صلاة الجماعة. المقصود في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني وقت شدة الحر، يعني أول وقت. وسوف يأتي التفاصيل كما قلنا في الإبراد والإبراد، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال والعصر يصليها يعني والشمس نقية، نقية يعني قوية الضياء، بيضاء، يعني تعرفون العصر أوله الشمس نقية ثم تميل إلى الاصفرار، يعني بمعنى قبل أن تصفر، وهذا يدل على أنه يصلي أول وقت، بينما أبو حنيفة رحمه الله لا يرى أن تؤخر ولو بعد اصفرار الشمس. لكن الشيخ هنا قال أتى بهذا الحديث يدلل على أن العصر تصلى أيضا في أول وقتها. واللطيف أنه من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء ليس هناك فاصل بين الظهر والعصر، وليس هناك فاصل بين العصر والمغرب إلا قلنا الشمس غياب الشمس، وليس هناك فاصل بين المغرب والعشاء ولا العشاء والفجر كذلك، لكن بين العشاء والظهر نعم في فاصل، العشاء والظهر في فاصل، بمعنى أن الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الزوال هذا لا فترة ليست لا من الظهر ولا من الفجر، لا من الظهر ولا من الفجر، بينما بين الظهر والعصر ليس هناك فاصل، ينتهي وقت الظهر مباشرة بعده العصر، ينتهي وقت العصر مباشرة بعده المغرب، وإن كان غياب الشمس هو الفاصل لكنه ليس فاصل زمني بمعنى فاصل وقت، لا إنما فاصل مع المسار، كذلك بين المغرب والعشاء ليس هناك فاصل، وحتى بين الفجر والعشاء إلا طلوع كغروب الشمس في المغرب وطلوعها في الفجر، لكن ليس هناك فاصل كما بين الفجر والظهر، وهذا ينبغي أن يفقهه المسلم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، بمعنى نورها لا يزال قويا أبيض، ضوءها لا يزال أبيض ونقي.
بمعنى أنه لم يدخله صفرة، لم يدخله صفرة نقية، نقية بمعنى لم، لأنها لو دخل صفرة ما صارت نقية، صارت دخلها صفرة. قال والمغرب إذا وجبت، يعني إذا وجبت الشمس، وجبت بمعنى سقطت. والله قال في والبدنة جعلها لكم، والبدنة جعلها لكم شعيرة، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، يعني إذا ذبحت. تعرفون أن الإبل غالبا تذبح وهي قائمة، تذبح تنحر وهي قائمة فتسقط، فسقطت وجبت يعني سقطت. فالشمس وجبت يعني سقطت، دخلت في الغروب. قال والمغرب إذا وجبت، يعني إذا الشمس وجبت، الشمس يعني إذا وجبت، ليس إذا وجبت المغرب، لا، إذا وجبت الشمس. والعشاء أحيانا وأحيانا، بمعنى هذا حديث جابر، بمعنى إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر. العشاء يبدأ أوله من غياب الشفق الأحمر، غياب الشفق الأحمر هذا أوله، لكن تأخيره إلى ثلث الليل أو نصف أفضل إذا لم يشق على الناس، إذا لم يشق على الناس فإن تأخير العشاء أحسن، إلى منتصف الليل، بعد منتصف لا يكره، وقد يصل التحريم وقت الضرورة، وسوف يأتي معنا إن شاء الله الكلام على أوقات الضرورة في العصر وفي العشاء، فيها أوقات ضرورة، العصر والعشاء فيها أوقات ضرورة. قال العلماء أنه يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، وإن كان وقت أداؤها أو الصلاة فيها يعد أداء، الصلاة في وقت الضرورة يعد أداء، لكنه قالوا مع الإثم، وسوف يأتي الكلام على هذا. المقصود هنا أن في العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يبكر وأحيانا يؤخر، يقول يبكر إذا اجتمعوا، وإذا تأخر حتى يجتمعون. وهذا يدل على فعلا أن الإمام ينبغي أن يرفق بالمأمومين، يرفق بالمأمومين، وإن كان الآن قد يكون اختلف الوقت ووضع يعني حدد على وجه الدقة الأذان والإقامة، وهذا جيد، هذا جيد، وقد يكون هذا أرفق بالناس، لأن الناس الآن اختلف الوقت وانتشرت الأعمال واتسعت المدن، وأيضا قد يكون مقر العمل بالنسبة لصاحب البيت بعيد، والمسجد والبيت أيضا قد يكون بينهما مسافة إلى آخره، فالتنظيم مطلوب، وتحديد وقت الإقامة جيد، والالتزام منه مطلوب، التزام به مطلوب، وهذا أرفق بالناس، والناس تأتي فعلا على الوقت الذي يعني رسم لهم وحدد، ولا ينبغي أن يحبس الناس، لأن الناس عندهم مشاغلها، سواء أعمال، سواء في البيوت، سواء عندهم مرضى، عندهم يعني، ولهذا ينبغي، ولهذا لا شك أن الإمام مأمور بأن يرفق المأمومين وأن يراعي أحوالهم ويعني ظروفهم، ف يعني لا يتأخر عليهم. ولهذا أحيانا فعلا بعض الأئمة قد يكون في عنده شدة إلى حد ما، لو يتأخر ثم يلوم المأمومين لماذا يقيم الصلاة، هذا لا، ما ينبغي. كمان المأمومين أيضا ينبغي أن يرفقوا بإمامهم، فالإمام له حق الطاعة، حق الأدب معه، إذا جاء ظرف مثلا وتأخر لأمر ما لا ينبغي أن أن أن, أن يلام، ولهذا ينبغي أن تتقارب النفوس، لأن يا إخواني صلاة الجماعة ليست مطلوبة وواجبة، ولكن يعني لاحظوا أن أي عمل جماعي لا بد فيه من احتكاك، ولهذا ينبغي التنازل، ينبغي للإخوان في المسجد أن يتنازلوا، ولا يشدد بعضهم على بعض، ولا يشد بعضهم على بعض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف
يقول استو ويقول لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم، بمعنى حينما يأمرهم بتسوية الصف أنتم تلاحظون أحيانا إذا بجانبك أخوك المسلم وصار بينكم فجوة وحاولت أن تجذبه، بعض الناس يكون عنده نفسه ضيقة ما ينبغي، هذا معنى لينو. أو أحيانا يجد أخوك المسلم فرجة فيدخل، فعليك أن توسع. بعض الناس يتضايق حينما يأتي أخوه ليسد الفرجة، ينبغي أن تساعده وأن تتزحزح قليلا وأن لا تتبرم. لماذا؟ لأن كما قلنا عادة المكان الذي يكون فيه مجموع يكون فيهم نوع من الله، إذا لم يتنازل بعضهم بعض ويقبل بعضهم بعض ويحب بعضهم بعض ويلين بعضهم مع بعض يكون المكان متشنج، ولا ينبغي. ينبغي أن المسلم يقبل أخاه. فما بالك إذا كان هذا المسجد، المسجد هو يجمع المسلمين وينشر فيهم الرحمة والسكينة، بل حتى حلو تلاحظ أدب المسلم إذا جاء من بيته وهو متجه للمسجد ينبغي يتجه إيش وعليه السكينة والوقار، السكينة والوقار. فأنت حينما فعلا تتوجه المسجد وعليك السكينة، السكينة لك ولإخوانك، هدوء محل عبادة، خشوع، تقرب، وقوف بين يدي الله عز وجل، وأيضا مع إخوانك في الجلوس وفي الوقوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء قال وقته أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. فهذا أيضا يدل على ما ينبغي للإمام أن يرعي فيه إخوانه المصلين. قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس كما في الحديث السابق، بمعنى غلس يعني وقت الظلمة، بمعنى لم يكن الوقت قد أسفر، وتكلم عن هذا في الحديث السابق. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.